صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 66 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناء على اقتراح وزير الأشغال وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعاد تشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وذلك على النحو الآتي: الدكتور عبد الله يوسف طالب عبد الغني رئيسا، المهندس عبد النبي عبد الله صباح نائبا للرئيس، المهندس عيسى علي جناحي عضوا، المهندس خالد محمد الأنصاري عضوا، المهندسة غادة حميد المرزوق عضوا، المهندسة نور جعفر المطوع عضوا، المهندس محمد ميرزا العريبي عضوا، المهندسة ريم إبراهيم خلفان عضوا، المهندسة مريم محمد شمس الأنصاري عضوا. وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.